البنات السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن احوالكم وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو هذا. والله البنات احسن حاجه درت هي انني حطيت هذاك الفيديو ديال البارح وعاودت لكم بحال هكا اتصالات متتبعات. عرفت راسي عزيزه عندكم، والله العظيم الا ما نسيتوني همي بزاف المتتبعات، ومنهم ها هي وحده جات لعندها عليا تغدات معايا اليوم وفرحتني. الله يفرحها يا ربي وحق الله، والله يفرحكم كاملين الناس اللي خلاو ليا تعليق، اللي تواصلوا معايا في الواتساب، واللي تواصلوا معايا اتصلوا بيا وما قدرتش نجاوبهم. والله البنات مال خاطري، راه تبارك الله الاتصال شحال من وحده كنقولها انت خلي لي غير اوديو. وشكرا لكم بزاف، والدعوات، ونصحوني نقرا سوره الشرح، ونصحوني نقرا بزاف ديال الحاجات، وان شاء الله الرحمن الرحيم بيكم غادي نوقف على رجليا، وبيكم هنا وقفت. اللهم لك الحمد، وهاد السيده هادي جات لعندي غنتعاونوا انا وياها ان شاء الله الرحمن الرحيم. دارت لي واحد المفاجاه كبيره 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 بزاف، ان شاء الله غادي تشري لي تويب وانا غادي نخيطهم وغنقسم انا وياها الربح ان شاء الله النص بالنص. والله البنات الا ما جند من السماء واحد صيفط عليا، اللهم لك الحمد. وها هي معايا واحد السيده راه بزاف. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير. شكرا بزاف، وراضيه راه من اطيب خلق الله، وواحد الانسانه طيبه بزاف، وان شاء الله نوقفوا مع بعضياتنا تيسهل الله. الله يسهل عليك ويرحم والديك وحق الله، الله يخلي لك وليداتك. والله البنات الا ما فرحتني وجات عندي وضحك ضحكنا ونشطنا، وهي حسات براسها بحال جات لمدينه اخرى، وحتى انا بحال هكاك حسيت براسي سافرت. لان ما نكذبش عليكم، جلست في داري سد عليا، كنخرج نقضي هكا غرض ونجيب السربه، جات لعندي فاجاتها عليا، ومتتبعه اخرى من المانيا حتى هي الاتصالات، نوضي صوري ديري هذه وحق الله، هي اللي اتصلت بينا دابا قالت لنا نوضوا ديروا فيديو مع حدكم مجموعين. وهذا الشيء اللي كاين البنات، دعوتكم راه وصلت، دعوتكم ربي سبحانه وتعالى راه استجب لكم. والله البنات حسيت بحال شي حاجه عندي هكا في قلبي وتحيدات، شي حاجه في قلبي خايبه، واحد النقصه كانت عندي في قلبي وتحيدات. الحمد لله، اللهم لك الحمد. استمروا خليكم معايا في الدعوات، ما تخليونيش، الله يفرحكم يا ربي. ديما دعيو معايا، اي وحده تفكرتني ادعي معايا. اختكم واقفه وموريا ثلاثه ديال الوليدات، محتاجين نوقف ومحتاجين نخدم ومحتاجين نكون في احسن صوره، ونكون النفسيه ديالي كامله مكموله. والله البنات سمحوا لي راه كنتوتر، شحال من حاجه كتكون في بالي كنجي قدام الكاميرا كتمشي. وهذا الشيء اللي كان اليوم بغيت نوريكم عبايات فنين ديال المحجبات كيحمقوا، واثمنه مناسبه جدا. ان شاء الله غادي نقلب الكاميرا ان شاء الله وتشوفوهم معايا. البنات شوفوا لي هاد العبايات هادو كيحمقوا، راه ماشي ضروري تكوني منقبه باش ديريهم، ها نتوما راه كيديروهم المنقبات وغير المنقبات. شوفوا لي هادي حمقاتني فن فن تبارك الله كيحمقوا. شوفوا لي هادي بالنسبه للطول، هادي راه بالسلسله، هادي واعره اللي لابسه انت فن من الفوق لتحت. بالنسبه لي طاي الكميمات كيف دايرين توب شي حاجه واعره، قالت راه كريب كوريا الاول البنات، كريب كوريا الاول. حنا تبارك الله كنبغيو العرض، العرض تبارك الله عريضه بالنسبه للاطا، يعني ما مزيره عليكم حتى شي حاجه، بقى مرتاحه فيها. فنين هادو راه للبيع البنات، هاد كاينين هاد الثلاثه هادو راهم للبيع. لاستيك في الكمام سامبل، حتى هي طويله وعريضه، هذه زوينه بالنسبه للعريسات. فنه فنه اللي كيكونوا منقبات ولا كيبغيو يلبسوا شي حاجه خفيفه، الناس اللي غادي للحج ها نتوما، هذه راه فنه مناسبه للحج وداك المقام. تتوب صبني وردي، صبني وردي. قالت دابا حنا كنلبسوا العبايات بزاف، يعني اللباس الرسمي ديالنا هو العبايات، والعبايات داك الشيء يعني كتحتاجي تلبسيها بزاف، بصح خصها تكون كاليتي. العرض لتحت يعني قلتي لي خذي الراحه ديالك، 3 متر ديال الثوب. هذه راه بلو مارين البنات، شوف بلو مارين فيها الصيفات فنين، هذه حمقاتني. كميمات مجموعين بلاستيك، شوف كميمات على زوينين مجموعين بلاستيك. بالنسبه للثوب راه الثوب واعر، شي حاجه زوينه، كاليتي زوينه، ماشي شي حاجه سواقيه ولا كريب كوريا الاول. يا تبارك الله فنين، بالنسبه تبارك الله العرض كذلك. الطول بالنسبه للطوالة تيلبسو والقصارة تيلبسو، القصارة صافي كلشي يلبس اللي بغاهم البنات. تسميش هنايا بالنسبه للعرض، بالنسبه للمرضعات اللي كيبغيو يرضعوا الصيفات ديال الصدر فنين، شي حاجه زوينه. كاينين هادو ثلاثه البنات، ديما جيب لينا جديد. الله يرحم والديك، انت اللي جبتي لنا الجديد، والله الله يسهل عليك. اللي بغاهم البنات يتواصل معايا في الرقم ديالي، مرحبا بكم. بنات قنيطره والله الا كنلقاو مشكل حنا في العبايات، وحق الله الا كنلقاو مشكل في العبايات، كنلقاو شي حاجه بحال هكا كواليتي زوينه اللي عتلبسيها دابا.
البنات جبت لكم اليوم ان شاء الله جديد بنت للبيع. شوفوا لي تبارك الله هذا الموديل هذا اللي لقى واحد اعجاب كبير تبارك الله. هذه راه يلاه وجدات شوفوا ما شاء الله كي دايره دخلت فيها هذه اللوينات هذا طرز الرباطي بالماكينه البنات وفيها عندها القفتين ديالها شوفوا شوفوا القفتين ديالها ما شاء الله كيحمق واثمنه مناسبه البنات وهابطه بالرنده شوفوا الرنده ثلاثه ديال اللوينات نفس اللوينات اللي داخلين هكا في الطرز جات كتحمق مخدومه في هذا الخضيره هكا ما شاء الله جات غزاله فينه البنات قلت لكم هاد الجليبات هادو 800 درهم القفيطين ديالها شوفوا لي القفيطين كيحمق اللي بغى بحال هادو راه 150 درهم بوحدهم بحال هكا 150 درهم اللون اللي بغيتو غادي نخدمو لكم والجليبه الجليبه والقفيطين ديالها 800 درهم وشوفوا لي هاد الجليبه هادي هاد البنات كتحمق جات في الخريطه بحال هكا شوفوا ما شاء الله غزاله فينه مخدومه بحال هكا وشوفوا لي الدريس ثلاثه ديال اللوينات الدريس ديال البراد شوفوا ثلاثه ديال اللوينات نفس اللوينات اللي دخلنا هنايا في الحصيره شوفوا لي الخديمه شوفوا ركزوا لي على الخديمه ما شاء الله شوفوا كي دايره غزاله هاد الخريطه هادي انا قبل كنت كنبيعها ب 1900 درهم دابا دايره ليها 800 درهم مرحبا بكم البنات راكم عارفيني ديجا درت لكم هذاك الفيديو قلت لكم راني مقصحه واحد شويه هذاك الشيء علاش صولديت هاد الجليبات هادو اللي عندي هادي 800 درهم وهادي 800 درهم شوفوا كي دايره غزاله هادي راه دو بياس وهادي بياسه بوحدها والا بغيتو مثلا ندير لكم تحتيه في الكرونه اولا شي لوين هاد اللوينات اللي داخلين مرحبا بكم 800 درهم البنات مرحبا بكم وشوفوا لي هاد القفيطين هذا البنات رائع جا كيحمق هو اللي كنت لابسه في الفيديو السابق شوفوا كي داير كيحمق راه حضاري يا البنات شوفوا الطريزه تبارك الله كيفاش جات عامره ودخلنا فيها هاد اللوينات هادو بحال هكا هذا راه 700 درهم البنات مرحبا بكم تواصلوا معايا مرحبا بكم تعاونوا معايا الله يفرحكم يا ربي راه كما قلت لكم تقصحت شويه وخرجت هاد الجليبات هاد القفيطنات والجليبات اللي بقاو ليا صولد والله البنات الا ما الثمن ديالهم اكثر من هكا غير الطريزه تبارك الله بوحدها راه اكثر من 200 درهم ها نتوما شوفوا كامله الرنده ديال الالوان شوفوا شوفوا قفيطين توب توب ما نتكروش عليها البنات شوفوا التوب تبارك الله كيحمق راه مخدوم في التراب بحال هكا تاخدي واحد الشال فيه هكا اللوينات غيجي كيحمق حد الضاري بامتياز 700 درهم البنات مرحبا بكم وشوفوا لي هاد الوريضه هذه جات كتحمق عندي وحيده البنات من كل موديل كامل الموديلات اللي وريتكم بقات لي وحيده ودرت لكم تخفيض كما قلت لكم ضروري بغيت هكا ان شاء الله الرحمن الرحيم ترزق الله باش ندخل لكم شويه ديال العصري ان شاء الله شوفوا لي كي جات هاد الموف هذا شوفوا اللوينات اللي دخلنا فيها في الورطه ما شاء الله والخدمه متقونه البنات والفينيسيون والدريس على حقو طريقو البنات هذه 900 درهم راكم عارفين الورطه شويه زايده في الثمن على الخريطه وحتى على ساحره الالوان بالنسبه لهادو البنات المعلمه اللي كانت تخدم ليا هادو صراحه راها مريضه ما بقاش غتخدم ليا هاد لي موديل هادو انا يلاه كنخدم نقلب على معلمات جدد اللي غيخدموا ليا هاد الموديل هذا اللي بغاتها ما عليها الا تسكرينيها وتواصل معايا في الواتساب 900 درهم البنات مرحبا بكم الناس اللي غادي يمشيو ان شاء الله للحج عندي بياسه وحده من هاد الموديل هذا شوفوا كي دايره مخدومه هكا بالحصيره خفيفه البنات واحد الخدمه اللي خفيفه والتويب ما شاء الله راه ما كيبينش البنات كيحمق ما شاء الله شوفوا كي جات كتحمق بالنسبه للثمن راه مناسبه البنات هاد الجليبه هادي غنخليها لكم ب 650 درهم شوفوا فيها الحصيره بحال هكا قصيره شويه ما فيهاش 40 قصيره شويه ولكن غير باش تكون خفيفه فالناس تبارك الله الحاجات ولا اللي غادي يمشيو ان شاء الله للعمره هادي مناسبه راه البيض في البيض كتحمق مرحبا بكم 650 درهم البنات البنات شوفوا لي هاد القفيطين هذا ما شاء الله كي جاي كي داير كيحمق شوفوا الخليمه ديالو كيفاش دايره خدمناه باللون ديالو دخلنا فيه هاد الزواق بحال هكا بالبريد غزال كيحمق مرحبا بكم هذا راه بالمشدول ديالو وهاد البليصه هذه راه غنصايب ليها العقيده بحال هكا مرحبا بكم الناس ان شاء الله عرايسات ولا الناس اللي غادي يمشيو ان شاء الله للعمره مرحبا بكم وبقات هاد الجليبه هذه حتى هي غزاله فنه هذه 600 درهم البنات شوفوا تبارك الله كي دايره الطرز الرباطي كيفاش داير مخدومه اللوين هذه راها واحد السومو بارد ولا بغيتوا ديروا لها قفاتين هكا فشي لوين من هاد اللوينات اللي فيه غتجي احسن ومرحبا بكم البنات وشكرا لكم بزاف على الدعوات ديالكم والله يفرحكم يا ربي والله العظيم راه فرحتوني بزاف وكنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش هكا اللي بغى جليبات ولا قفيطنات والاثمنه راه في المتناول ومرحبا بكم اسمحوا لي بزاف والسلام عليكم.